أهلا بكم مشاهدينا، ونرحب بكم مجددا في هذه التغطية المباشرة لوقائع انتخابات المجلس البلدي 2018. صباح الخير. صباح الخير سعود. إذن مشاهدينا، حيث انطلقت اليوم انتخابات المجلس البلدي في فصل التشريعي 12، حيث بدأ منذ ساعة فتح صناديق الاقتراع في الدوائر الانتخابية 10 لاختيار 10 مرشحين، ويتنافس على المقاعد 67 مرشحا ومرشحة. وبدأ المواطنون والمواطنات المقيدين في الجداول الانتخابية النهائية لعام 2017 بالتوافد إلى صناديق الانتخابية للتصويت في هذه الانتخابات. نعم، ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت 519,636 ناخبا وناخبة، وتتوزع عملية الاقتراع على 102 مدرسة موزعة في الدوائر الانتخابية 10، منها 51 مدرسة للناخبين الذكور و51 مدرسة للناخبات. تغطية مباشرة كاملة للعملية الانتخابية سوف تكون مع شبكة مراسلين تلفزيون دولة الكويت، الزملاء يوسف صفر من الدائرة الخامسة، وناصر الهاجري من الدائرة الثامنة، ولما بعلاوي من الدائرة الأولى، وسناء الوسلاتي من الدائرة السابعة، وأخيرا أسماء السعداني من الدائرة السادسة. ونتواصل معهم بعد قليل للوقوف على آخر تطورات سير العملية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي. أيضا مشاهدينا، ولمتابعة سير عملية الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي في فصله التشريعي 12، ينضم إلينا على الهواء الزميلة سناء الوسلاتي مراسلة تلفزيون دولة الكويت من مدرسة رقية المتوسطة في منطقة العميرية والتابعة للدائرة الانتخابية السابعة. أسعد الله صباحك زميلتي سناء. صفي لنا في البداية المشهد وسير عملية اقتراع بدأت منذ تقريبا ساعة من الآن. صباح الخير جميعا. انطلقت انتخابات المجلس البلدي في دورتها 12 اليوم على الساعة 8 صباحا، ما يشكل إضافة جديدة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الديمقراطية في دولة المؤسسات الكويت. المرأة تشارك ترشحا وتصويتا في هذا الاستحقاق، ونحن موجودون حاليا في الدائرة السابعة، وبالتحديد في مدرسة رقية المتوسطة للبنات في منطقة العميرية، والتي تضم اللجنة الانتخابية الرابعة أصلية، واللجنة الفرعية الخامسة، واللجنة الفرعية السادسة. الاستعدادات في هذا المجلس الانتخابي بدأت منذ الصباح الباكر لاستقبال الناخبات البالغ عددهن 2689 ناخبة، يقسمن كالآتي: 823 في اللجنة الرابعة برئاسة المستشار عصام الفهد، و 882 في اللجنة الخامسة برئاسة المستشار الدكتور عماد الحبيب، 984 في اللجنة السادسة التي يترأسها وكيل النيابة عبد الهادي الهاجري. الاستعدادات اللوجستية شملت تعليق القوائم الانتخابية المنظمة حسب الحروف الأبجدية، بالإضافة إلى تعليق أسماء المرشحين الثلاث في هذه الدائرة، إلى جانب لافتات توعوية في حالات بطلان ورقة الانتخاب وعن حالات بطلان حق التصويت والعقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بيسر وسلاسة. كما سجل حضور أمني مكثف في هذا المركز لتأمين عملية الاقتراع في مكان الإقبال على التصويت في ساعات الصباح الأولى، خجولا جدا ويكاد يكون منعدما. نتمنى أن يتحسن في الساعات المقبلة للتصويت في هذا اليوم. للحديث أكثر عن التفاصيل الأمنية وتأمين هذه الانتخابات ينضم إلينا لواء الركن صالح مطر العنيزي مدير عام أمن الفروانية. مرحبا بك لواء صالح، لو تحدثنا عن الاستعدادات الأمنية اليوم وكيف تجري العملية الانتخابية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكرك على المقدمة. فعلا يمكن لاحظتوا الإقبال شبه منعدم أو ضعيف، لكن تسبق الإجراءات هذه كلها واللي قاعد تشوفونها اليوم كانت في اجتماعات متخصصة في تأمين الانتخابات يرأسها سيدي معالي وزير الداخلية، وكذلك عندنا اللي هو مدير وكيل العمليات، وكذلك وكيل الأمن العام. كان في تنسيق طبعا مسبق لتأمين الانتخابات، تأمين المدارس من الداخل وتأمين المدارس من الخارج.
مثل ما أنتم ملاحظين عندنا بالخارج عدة إدارات متعاونة في عمل التأمين، منها الأمن العام، منها النجدة، منها المرور، منها المباحث وبعض الإدارات الأخرى المتخصصة، بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى المدنية منها البلدية ومنها الشؤون ومنها بعض الإدارات اللي فعلا احنا نفتخر ان قاعد نعمل معاها في جهد. في النهاية احنا بنطلع في 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 محصلة ان المواطن لما يدش باب المدرسة او مكان الانتخاب انه يكون مرتاح، ان تكون اموره كلها سلسة، طبعا في تعاون حتى مع اللجان داخل مع القضاة، ولله الحمد متعاونين، العناصر كلها منتشرة الأمنية، جاهزين لأي بلاغ داخل المدرسة، جاهزين لأي أمور أخرى طارئة خارج المدرسة. طبعا إحنا قبلها صار مسح أمني عن طريق القوات الخاصة متمثلة في إدارة المتفجرات، تم المسح يوم الجمعة وتم استلام وتأمين المدارس، غالبية المدارس وغالبية الدوائر. اللواء الركن صار مطر العنيزي، شكرا لك على هذه المعلومات، شكرا لكم ونعود إلى الاستوديو. نعم الزميلة سناء الوسلاتي، شكرا جزيلا لك. تطورات متلاحقة على مر عقود طويلة شهدها المجلس البلدي الذي أنشئ عام 1930، حيث بدأ كفكرة تحمس لها يوسف بن عيسى القناعي لتتحول لواقع في عهد المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي وافق على إنشائه ليسهم في مسؤولية النهوض في البلاد في مختلف المجالات. قراءة في تاريخ المجلس البلدي وارتباطه بذاكرة الوطن في سياق التقرير التالي. في 13 من شهر إبريل عام 1930 تأسست بلدية الكويت بعد أن قام الشيخ يوسف بن عيسى القناعي بزيارة إلى مملكة البحرين في يوليو عام 1928. وهنا عندما عاد الكويت كتب مقالا في مجلة كويت التابعة للشيخ يوسف بن عيسى القناعي. في هذه المجلة أعطى هذه الفكرة وعرض هذه الفكرة، وهنا انتقلت الفكرة فيما بعد وعرضت على الشيخ أحمد الجابر الذي تولى الحكم عام 1921 إلى 1950، وهنا الشيخ أحمد الجابر وافق على تأسيس بلدية في الكويت. وبعد عام من تأسيس البلدية صدر قانون البلدية حيث نصت مادته الأولى بأن يتألف المجلس من 12 عضوا ورئيسا. هذا المجلس عندما تأسس كان بسيط جدا وتأسس في دكان، ثم بعد ذلك انتقل إلى ساحة الصفا في منزل. وكما هو معروف أن عدد المؤسسين أو الموظفين في المجلس البلدي كانوا تقريبا ما يقارب حوالي 8، المدير وكاتب البلدية وتقريبا 7 موظفين، وكانوا هؤلاء في الحقيقة يشرفون على الأسواق، على الدواب، على جمع ما يتعلق بأجور بعض المحلات الدكاكين. ثم بعد ذلك توسعت البلدية وانتقلت فيما بعد إلى اهتمام في مناطق الفنطاز والفحيحي. وفي عام 1938 تم انتخاب المجلس التشريعي، حيث أصبح هذا المجلس مهيمنا على مختلف مجالس الخدمات ومنها المجلس البلدي الذي قلت صلاحياته في تلك الفترة. ومع مرور الوقت نرى أن بعد الاستقلال وكذلك قبل بفترة زمنية أن الشيخ عبد الله السالم كان أيضا عنده رغبة كبيرة بأن يستمر هذا المجلس وأن يكون له صلاحيات أكبر في إعطاء ما هو ممكن لتغيير ما هو موجود إلى الأفضل، وكذلك كان له دور في عملية التخطيط وكذلك التنفيذ وعملية البناء. لذلك هذه المرحلة مرحلة مهمة لابد معرفتها في الدور اللي كان منوط في هذا المجلس، وما زال نلاحظ لغاية الآن المجلس هذا يلعب دور فعال. في عام 1963 حلت اللجنة المركزية بدلا من المجلس البلدي الذي ألحق بمجلس الوزراء في تلك الفترة لإعادة هيكلة العمل البلدي ليتناسب مع العصر، ومن بعدها وضعت 3 مخططات هيكلية للبلدية وآخرها عام 2004. المجلس البلدي استطاع على مر السنين أن يرسم له نهجا واضحا لتطوير السياسات والخطط التي ترتبط بخدمة المواطن. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.
مشاهدينا، اليوم عرس ديمقراطي تشهده البلاد مع انطلاق انتخابات المجلس البلدي في فصله التشريعي 12 وسط توقعات بمشاركة تعزز من منوال العملية الديمقراطية، محاور عديدة وقراءات على عدة اتجاهات نصطحبكم فيها من خلال تغطيتنا الخاصة اليوم مع ضيفنا في الاستديو المحلل السياسي الدكتور فيصل الشريفي. صباح الخير دكتور، وفي البداية يوم انتخابي ممتاز، ماذا تقول في هذا اليوم؟ صباح الخير أول شيء، وأتمنى نجاح هذا الاستحقاق الوطني، انتخابات المجلس البلدي من الانتخابات المهمة واللي يعني يقع الاختيار في على الناخبين بالدرجة الأولى باختيار المرشح الأكفى والأفضل اللي ممكن يقود المجلس البلدي إلى نجاح آخر وإلى يعني استحقاقات وطنية كبيرة تنتظره، خصوصا في وجود خطة التنمية 2035، ونأمل أن فعلا يكون الاختيار للأكفى ولمصلحة الوطن والمواطنين. نعم دكتور، كيف ترى المشهد الانتخابي من حيث المنافسة بين المرشحين؟ طيب يعني خلينا نكون عمليين أكثر، يعني المقارنة قد تكون ظالمة ما بين انتخابات المجلس البلدي ومجلس الأمة، ولذلك يعني خلونا نركز على المشهد في المجلس البلدي. عادة الحضور يكون أقل واهتمام الشارع يكون في أقل، لا يعني أن لم تكن هناك مشاركات فاعلة. شاهدنا في 1984 نسبة المشاركة في المجلس البلدي فاقت 61%، وهذه نسبة عالية جدا. يمكن النسبة الأقل كانت في انتخابات 2009 ما تجاوزت الأول 20% تقريبا، وهذه النسبة يعني متراجعة ومتدنية جدا إذا ما قارناها في الأداء أو خلينا نقول المشهد الانتخابي للمجلس البلدي بشكل عام اللي عادة يصل إلى 50% ويتجاوزها في أكثر من مجلس. لا يعني أن هناك فتور من الناخبين، ولكن أحيانا التسويق، عدد المرشحين له دور كبير. اليوم احنا نتكلم عن 67 مرشح، اكيد يعني الماكينه الانتخابيه او الاعلاميه مالتهم اقل من مشهد مجلس الامه، لكن متى ما تجاوزت النسبة 40% إلى 45% إلى 50%، وإن شاء الله هذه الانتخابات نتوقع أنها تشهد صناديق الاقتراع زحمة، ويعني نتمنى من الآن إلى يعني نهاية المشهد الانتخابي. دكتور طبعا للحديث بقية، ولكن سوف نذهب معك ومع المشاهدين إلى الدائرة السادسة ومع الزميلة أسماء السعداني مراسلة تلفزيون دولة الكويت من ثانوية ناصر عبد المحسن بنين بمنطقة حطين والتابعة للدائرة السادسة. أسماء صباح الخير، أسماء صفي لنا المشهد وسير العملية الانتخابية هناك. أهلا بزملاء ونصبح عليكم وعلى السادة المشاهدين بكل خير. اليوم وكما يعني نشهد انطلاق انتخابات المجلس البلدي في دورتها 12 ليعتبر طبعا يوم إضافة للمشهد الديمقراطي والعمل البلدي في دولة الكويت. اليوم متواجدون في ثانوية ناصر عبد المحسن وبالضبط في منطقة حطين بالدائرة السادسة لموافاتكم بسير انتخابات المجلس البلدي. ولمزيد من التفاصيل معنا المستشار صلاح الحوطي وهو رئيس اللجنة الأصلية ووكيل بمحكمة الاستئناف. سيادة المستشار إذا توافينا يعني عن سير العملية الانتخابية. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، احنا طبعا في اللجنة الانتخابية السادسة، الدار الانتخابية السادسة طبعا في منطقة حطين، انا رئيس اللجنة الأصلية. احنا الصناديق مفتوحة من الساعة 8 صباحا طبعا، ومنتظرين طبعا الناخبات، الكل يدلي بصوته. طبعا الإقبال ضعيف طبعا لحد الآن بما ان اليوم عطلة، ففي غالب الناخبات يعني ممكن على الساعة 9-9:30 يبدا الحضور طبعا، لكن الصناديق مفتوحه من الساعه 8 الصبح وراح تكون متواصله الى غايه الساعه 8 مساء.
نعم، إذا نتكلم عن عدد لجان، عدد الناخبات وعدد المرشحين. طبعا عندنا هنا في اللجنة اللي فيها هذه هي أصلية رقمها 49. أنا عندي في المدرسة غير هذه اللجنة 7 لجان، يعني المجموع 8 لجان، 7 فرعيات وواحدة أصلية. الناخبات المسجلين عندي في اللجنة هذه عددهم 923 ناخبة يحق لهم التصويت في هذه اللجنة. طبعا في لجان أخرى على 1,920 كأرقام متعددة طبعا وفقا للأسماء وفقا للمناطق طبعا موزعين. ماذا تتوقع كإقبال يعني؟ بما ان يعني انا اتوقع المجلس البلدي اقباله اقل شويه من انتخابات مجلس الامه. طبعا الاقبال راح يكون يعني متوسط، انا اتوقع اقبال متوسط، ما راح يكون اقبال عالي ولا راح يكون اقبال ضعيف، متوسط. المنافسه عندنا على 6 مرشحين في الدائره الانتخابيه السادسه. طبعا التصويت راح يكون لشخص واحد، صوت واحد، والفرز ان شاء الله بعد ما نسكر اللجان ان شاء الله. كل الشكر لك المستشار صلاح الحوطي رئيس اللجنة الأصلية ووكيل بمحكمة الإناث، كل شكر لك. شكرا. هذا كان أبرز ما لدينا حتى الساعة، والعودة إليكم في الاستوديو. شكرا. نعم شكرا أسماء سعداني من الدائرة السادسة. وننتقل مشاهدينا إلى الدائرة الثامنة مع الزميل ناصر الهاجري. ناصر صباح الخير. ناصر صف لنا المشهد وكيف تسير عملية الاقتراع حتى الآن. نعم صباح النور، وصباح النور على أعزائي المشاهدين، وأسعد الله صباحكم بكل خير. وهذا النقل الحي والمباشر من تلفزيون دولة الكويت لتغطية وقائع انتخابات المجلس البلدي لعام 2018 خلال الفصل التشريعي 12. للأمانة نشاهد الإقبال هنا في مدرسة أم البراء بنت صفوان ابتدائي بنات وفي محافظة الجهراء تحديدا في منطقة القصر. نشاهد الإقبال الجيد للأمانة مقارنة في المناطق الأخرى. الاستعداد يعني متواصل من رجال الداخلية، من رجال المطافي، من رجال وزارة الصحة من خلال توفير كل الإمكانيات والراحة والأمان للأخوة الناخبين ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي. المرشحون يتنافسون لتوفير الخدمات والعمل على تقدم البلاد في مختلف المجالات على كل الأصعدة. لا نطيل عليكم أعزائي المشاهدين، نستضيف حضرة المستشار محمد مزيغ العنزي رئيس اللجنة الأصلية في هذه المدرسة، مدرسة أم البراء بن صفوان ابتدائية بنات. نرحب فيك سعادة المستشار. في البداية نصبح عليك بالخير، يعني ولو تصف لنا يعني مدى الإقبال خلال الساعة الأولى من فتح باب الترشح. تفضل. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. ما في شك اليوم هذا يعتبر عرس ديمقراطي بالكويت تعودنا عليه. وبالنسبة للانتخاب، بالنسبة للاقتراع، الإقبال كان لا بأس. بالنسبة لباقي الدوائر الأخرى يعني لا نقارن المجلس البلدي في مجلس الأمة والإقبال عليه، لكن الإقبال بالنسبة للمجلس البلدي بالدائرة هنا يمكن أكثر من بعض الدوائر في الكويت. والإقبال وإن شاء الله يعني تستمر يعني في توافد المقترعين يعني في الساعات المقبلة إن شاء الله. يعني حضرة المستشار لو تكلمنا عن أهم الأسباب التي يمكن من خلالها إبطال عملية الاقتراع من قبل الناخب. طبعا الناخب يجب عليه أن يلتزم في اللوائح والقوانين التي تنظم العملية الانتخابية بالنسبة للتصويت. طبعا يكون بالغ عاقل لحق مقيد اسمه في 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 الجدول الانتخابي. طبعا اللي مو مقيد ما راح يكون له حق التصويت. بالنسبه للاقتراع داخل قاعه الاقتراع يجب عليه ان يلتزم
في نظم وقوانين الاقتراع، عدم الفوضى، عدم التصويت العلني، الاقتراع بسرية، تقريبا هذا اللي مطلوب منك. لو ممتاز، لو تكلمنا عن الرسالة التي توجهها الناخب في هذا اليوم الانتخابي. بالنسبة للناخب، نتمنى من الأخوة الناخبين جميعا التعاون وتقدير المجهود الكبير اللي قاعد يبذلونه أخوانهم في اللجان الانتخابية ووزارة الداخلية، شباب وزارة الداخلية ووزارة الصحة، والكل متعاون، فنتمنى أنه يتعاون ويانا لإنجاح العملية الانتخابية وهذا العرس، وأن يساهم بإنجاحها إن شاء الله. نعم، كل الشكر لحضرة المستشار محمد العنزي رئيس اللجنة الأصلية في هذه المدرسة، مدرسة أم البراء بنت صفوان الابتدائية للبنات. كانت هذه رسالتنا لكم مشاهدين الكرام من الدائرة الانتخابية 8، ونتمنى أن ينجح هذا اليوم الانتخابي، ويتواصل معكم تلفزيون دولة الكويت في التغطية الشاملة والمتكاملة إلى خروج النتائج كاملة بإذن الله. أما الآن فعودة إلى الزملاء في الاستديو. نعم، الزميل ناصر الهاجري من الدائرة 8، كل الشكر لك. انتخابات المجلس البلدي، الديمقراطية في أقرب تجلياتها. الصوت الانتخابي هنا يصنع الحاضر، يرسم ملامح المستقبل ولا يغفل عن تراكم الخبرات. البلدي 2018، البلدي 2018، 88 سنة في مسيرة البناء، بدأت بحجم مدينة وأصبحت كيان دولة. مشاهدينا، مستمرون معكم في تغطيتنا الخاصة بانتخابات المجلس البلدي في فصله التشريعي 12، وعودة إلى ضيفنا في الاستديو الدكتور المحلل السياسي الدكتور فيصل الشريفي. دكتور، ما هي الأطر التي يسعى من خلالها المجلس المقبل لرسم السياسات العامة ووضع الخطط العمرانية والبيئية والصحية وغيرها؟ قانون 2016، نعم، وبالتعديلات اللي أصبحت عليه في 2018، شهر 1/2018، واضح جدا معالم العمل المناط فيها المجلس البلدي، وحدد بشكل واضح الاستحقاقات اللي مطلوبة من عنده والأعمال اللي مطلوبة من عنده. طبعا دور المجلس البلدي دور تاريخي في حضارة الكويت، ورسم أيضا يعني المدينة والشكل العمراني والامتداد العمراني، وأيضا المحافظة على الهيكل التنظيمي أو وضع تصورات الهيكل التنظيمي لكل هيكل تقر الدولة بخطتها التوسعية العمرانية في كل جوانب السكنية وغيرها. إذن من هذا المنطلق لاحظ أن دور المجلس البلدي دور محدد، هو معني برسم خارطة الدولة التوسعية سواء العمرانية أو ما يتبعها من خدمات مطلوبة، أو تحديد الأراضي للصناعات أو للأعمال التجارية الأخرى، فهو معني في هذا، معني بتحديد حجم المساحات البناء بالموافقات عليها، وأيضا أو نسبة البناء ونسبة أيضا مواقف السيارات، المناطق، تحديد المناطق الخضرية. إذا عنده كثير تسمية الشوارع، إعادة هيكلة المدن. نعم. كيف تراها يعني في المجلس المقبل إن شاء الله؟ كيف ترى السياسة المقبلة للمجلس يعني البلدي؟ يعني غد يكون هذا القانون قانون فني بحت، وحد المجلس أيضا في وقت زمني بتقديم بالموافقة على
ما يقدم له من اقتراحات أو ما يقترحه هو. ولذلك أنا أعتقد هذا المجلس مجلس مهني أكثر من أي صورة أخرى نبي نعطيه أو مسمى آخر. نعم. مما يعطي يعني البعد اللي يتطلع للمواطن. نعم. من خلال تنمية مستدامة تتماشى مع الدور المهم للمجلس البلدي. نعم. يعني احنا في الكويت بدأنا في التنظيم العمراني وتنظيم العمل البلدي من سنة 1930. ففي تاريخ طويل، وايضا الانتخابات البرلمانيه بدات البرلمانيه اللي خاصه في المجلس البلدي بدات في 1964، يعني نتكلم عن اكثر من نصف قرن من التجارب في المجلس البلدي. نعم. القانون يخدم، القانون فني، القانون اهتم في قضايا كثيره، وزع الادوار، اوجد لجان فنيه، واوجد لجان في كل المحافظات، لجنه في كل محافظه، فعمل تناغم في العمل الاداري والفني فيه. نعم دكتور، مثل ما ذكرت حضرتك ان بدات الكويت من 1930. نعم. فعدد السكان في سنة 1930 أقل بكثير. صحيح. من العدد السكان. صحيح. الحالي. صحيح. فبالحديث عن الزيادة السكانية للبلاد، يعني برأيك هل تستلزم من المجلس خطط رقابية مثلا جديدة؟ احنا يعني اذا نتكلم النمو السكاني في دولة الكويت، واحد من اعلى مؤشرات نمو سكاني على مستوى العالم، وعدد المواطنين مقارنة مع المقيمين، وهناك يعني عندنا في السنوات القادمة تطوير الجزر، مشروع الحرير، مناطق إسكانية كثيرة، يعني يكفي منطقة المطلع على سبيل المثال من المناطق السكنية الضخمة جدا، المشاريع السكنية الضخمة جدا، لا نحتاج الدور البلدي كله بصمة في وضع التصورات الأساسية لما تحتاجها هذه المدن من خدمات، من تنسيق بينه وبين الوزارات. الآن الأدوار كبيرة جدا ومطلوبة من تقودها البلدية حقيقة في خططها العمرانية والإنشائية، ترتيب يفترض يكون مع وزارة الأشغال، مع الكهرباء، مع الزراعة، مع الهيئة العامة للبيئة، مع وزارة التربية. فعلا الدور المناط في البلدية والمناط أيضا المكمل في المجلس البلدي دور تكاملي ضروري لا يمكن الاستغناء عنه. في إن شاء الله نأمل أن تكون اختيارات المواطنين موفقة هذه المرة، حتى يعني نتماشى مع متطلبات الخطة التنمية. نعم دكتور، في معضلة تواجهها يعني نواجهها في البلاد اللي هو سكن العزاب. لاحظنا أن حتى أغلب المرشحين تناولوا هذا الموضوع، فكيف ترى مدن سكن العزاب عفوا في خططهم المقبلة؟ لا شك أن يعني يمكن المجتمع الكويتي ماذا تستلزم لتحقيق هذه المدن؟ اي ما عليه، يعني المجتمع الكويتي من المجتمعات المحافظة، ويمكن وجود العزاب في المناطق السكنية هو هذا الحديث عنه بالتحديد. يعني والسماح في الإيجار أو تحويل المناطق السكنية إلى مناطق عزاب، يمكن هذا اللي دعا السادة المرشحين يتكلمون عنه. إنشاء مدن عمالية خاصة في العزاب يعني ضرورة لأسباب كثيرة، يعني أولا اجتماعيا، لكن اللي أهم من اجتماعيا أيضا حتى اقتصاديا، وجود العامل القريب من مكان العمل ماله، سهولة المواصلات، متى ما احتجت العامل توفر له المكان المناسب وفي مناطق ممكن الوصول لها بسهولة، وأيضا يعني خدمات تكون متوفرة لهذه المناطق، وأيضا استدلال على العناوين بشكل واضح ضروري. إذا احنا قضية الكويت في حاجة لإيد العاملة. نعم. وما نقدر ننكر هذا الأمر، ولا يمكن الاستغناء عن العامل الأعزب.
ونبذه بطريقه والله نطلعه بس من السكن او نطلع لا 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 صحيح. نوفر له ودور البلديه مهم بتوفير مناطق امنه مناطق صحيح. سكانيه تتناسب مع يعني بالطبع توفر تخدم كل نعم. كل الحدود اللي مطلوبه او الـ 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 الأشياء المطلوبة لسكن نعم. ملائم وسكن كريم للعامل الأجنبي ونعتقد دور البلدي مهم ويمكن شاهدنا سابقا خيطان وكيف تنظمت وتحولت من منطقة صحيح. عزاب إلى منطقة سكنية حاليا ومنطقة تجارية فلا بالعكس الأدوار مهمة يمكن الحديث عن منطقة جليب الشيوخ بالتحديد الآن يمكن هذا الكلام أكثر من غيره ومع هذا نعتقد أن البلدية قامت بالتثمين في أكثر من منطقة وساهم دورها يعني بشكل كبير في تغيير شكل المنطقة وإعادة استثمارها وإعادة بنائها بشكل حضري يتناسب مع متطلعات يعني كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا نعم أيضا. بالتأكيد مثل ما ذكرت دكتور أن هذه المدن مدن سكن العزاب بالطبع تخدم العمالة العزاب وتخدم أيضا المواطن نبقى معك طبعا أكيد دكتور ولكن بعد هذه التغطية لانتخابات المجلس البلدي 2018 حيث تمثل المشاركة في الانتخابات منعطا مهما وتعزيزا لمكاسب الديمقراطية فهي فرصة للمشاركة الجماعية وصنع القرار والتعبير عن الرأي كما أنها تعد أسلوبا حضاريا يعبر عن رقي الفرد والمجتمع نتابع مشاركة المواطنين في انتخابات المجلس البلدية تأتي تعزيزا لمكاسب الديمقراطية في البلاد نشأة بلدية الكويت عام 1930 كانت الفرصة الأولى للكويتيين في تاريخهم لممارسة تجربة الانتخابات حيث اختاروا مجلسا للبلدية عن طريق الانتخابات ومثلت هذه التجربة منعطفا تاريخيا في سبيل تطور المجتمع الكويتي في الوقت الذي كان الكويتيون يسعون جاهدين لوضع أسس ومعايير لتنمية وخدمة مجتمعهم تمثل انتخابات المجلس البلدي 2018 إضافة جديدة لمسيرة الديمقراطية والعمل البلدي في الكويت في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات أول انتخابات لأعضاء المجلس البلدي بعد الاستقلال في يونيو عام 1964 وها نحن اليوم في عام 2018 وما بين التاريخين تسير الكويت بخطى راسخة على طريق الديمقراطية التي تكفل الحريات للجميع 12 من مايو عرس ديمقراطية استعدت له كافة الجهات المعنية حيث يجري العمل على قدم وساق من أجل إنجاح انتخابات المجلس البلدي وإظهارها بأفضل صورة ممكنة الانتخابات فرصة كبيرة للمشاركة الجماعية وخوض تجربة ديمقراطية يكون المواطن فيها مشاركا في صنع القرار ويتيح له الفرصة للتعبير عن رأيه وتطلعاته وهي أسلوب حديث وحضاري وديمقراطي يعبر عن رقي وتحضر الفرد والمجتمع ويحقق الشفافية والنزاهة وننتقل لمنطقة أخرى لمتابعة سير عمليات الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي في فصله التشريع 12 حيث ينضم إلينا على الهواء الزميل يوسف صفر مراسل تلفزيون دولة الكويت من مدرسة المغيرة بن نوفل المتوسطة بنين سلوى والتابعة لدائرة الانتخابية الخامسة يوسف صباح الخير صف لنا المشهد وسير عمليات الاقتراع وما مدى الإقبال على صناديق الاقتراع حتى الآن نعم صباح الخير زميلتي صباح وصباح الخير أعزائي المشاهدين مشاهدين شاشة تلفزيون دولة الكويت في هذا العرس الانتخابي للمجلس البلدي 2018 متواجدون هذه المرة ولكن بالدائرة الخامسة وبالتحديد في منطقة سلوى في مدرسة المغيرة بن نوفل المتوسطة للبنين وبشكل سريع أود أن أنوه في أعداد الناخبين بالدائرة الخامسة الذكور في هذه الدائرة هم 17,353 ناخب والإناث
هم 19,369 ناخبة، والإجمالي بالنسبة للناخبات والناخبين هم 36,722. عملية الاقتراع تسير في سهالة ويسر في الدائرة الخامسة. جميع الجهات المختصة المشاركة في إنجاح هذه العملية الانتخابية للمجلس البلدي 2018 تسير في على قدم وساق لإنجاح هذه العملية الانتخابية، سواء من السلك القضائي أو وزارة الداخلية أو إدارة الطوارئ الطبية أو الإدارة العامة للإطفاء. ومشكورين أيضا جمعية الهلال الأحمر الكويتي في توفير أفراد لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وأيضا أحب أنوه مرة أخرى أن هذه المدرسة تضم لجنة رئيسية وخمس لجان فرعية. أحب أنوه في الأعداد في شكل سريع إذا تسمحوا لي. وصل عدد المخترعين في هذه اللحظة حوالي في اللجنة الرئيسية إلى 41 ناخب من أصل 1300 ناخب، واللجنة الفرعية رقم 7 وصل فيها الأعداد إلى 38 من أصل 1000 ناخب، واللجنة الفرعية رقم 8 وصل فيها رقم إلى 36 من أصل 1052 ناخب، واللجنة الفرعية رقم 9 وصل فيها الأعداد إلى 27 من أصل 979 ناخب، واللجنة الفرعية رقم 10 وصل فيها الأعداد إلى 32 من أصل 922 ناخب. وحول المزيد من التفاصيل نستضيف معنا سعادة المستشار نجيب راشد الملا رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الخامسة في مدرسة المغيرة بالنوفل، ليحدثنا عن عملية الاقتراع وإقبال الناخبين لاختيار مرشحيهم للمجلس البلدي 2018. صباح الخير سعادة المستشار. سعادة المستشار، يا ريت لو تعطينا في صورة مفصلة وسريعة عن عملية الاقتراع في المدرسة عندكم في الدائرة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله افتتحنا احنا مقر الانتخاب الساعة 8 صباحا، وتم استقبال الاخوان الناخبين بطريقة سلسة وبسيطة، وفي حال عملية الاقتراع تقدم كل واحد بجنسيته، وتأكدنا من الجنسية المقدمة منه مع رقم الانتخاب، وكانت العملية جدا سلسة وبسيطة. وعدد المخترعين الذين حضروا إلينا اليوم لقاية الساعة 9:30 صباحا غارب 40 شخص. نعم سعادة المستشار، هل عندكم وجهة نظر أن في زيادة في أعداد المخترعين لاختيار مرشحين في الساعات القادمة؟ أنا أتوقع بإذن الله، اليوم مثلك عارف عطلة والناس مرتاحة، وانا اتوقع باذن الله ان شاء الله بعد الساعه 12 الناس تبدا تقبل على عمليه الاقتراع. نعم سعادة المستشار نجيب راشد الملا، شكرا جزيلا لك. هذا في شكل سريع ومفصل العملية الانتخابية في الدائرة الخامسة وبالتحديد في منطقة سلوى بمدرسة المغيرة بالنوفل. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وشكرا لزملائي، وعودة مرة أخرى إلى الاستديو. نعم يوسف صفر من الدائرة الخامسة، شكرا لك ولضيفك الكريم. انتخابات المجلس البلدي، 10 أعضاء من 10 دوائر، من بداية الاقتراع إلى إعلان النتائج، تغطية تلفزيونية وإذاعية وتواصل اجتماعي، نرصد الممارسة الديمقراطية بالصوت والصورة لتكتمل عندك المعلومة. انتخابات المجلس البلدي عبر أثير الإذاعة وتواصلنا الاجتماعي وشاشة تلفزيون دولة الكويت. مشاهدينا الكرام، وعودة مرة أخرى إلى ضيفنا بالاستديو الدكتور فيصل الشريفي، دكتور بالحديث عن المدن العمرانية الجديدة التي استحدثت ولا زالت طبعا أكيد، كيف ترى محددات المجلس البلدي فيما يتعلق بالخطط العمرانية والصناعية والتجارية؟ يمكن عودة سريعة إلى بعض المدن اللي تم تسليمها الوزارة الإسكان بالفترة الأخيرة وتوزيعها المواطنين، اللي هي المطلع، صباح الأحمد، قرب عبد الله مبارك. شاهدنا في بعضها يعني سلم وصارت وراها مشاكل تخص مثلا قضية مدينة صباح الأحمد والمخارج المياه، و
محطة معالجة مياه المجاري، صحيح مش معنية البلدية، لكن التنظيم يفترض أن يكون مركزي، وأنا أعتقد دور البلدية في التنظيم هو الدور المحوري بغض النظر منه باللي يستلم، لأنه هو اللي يضع المخطط الأساسي أو يضع حتى يعني الحدود للمدينة وينظم العمل وربطها مع المنطقة الحضرية. شفنا مدينة قرب عبد الله مبارك وكيف التفكير في مدينة ذكية بحيث هناك تستخدم الطاقات البديلة وأيضا يستخدم ما هو جديد في عالم التكنولوجيا من تسهيل حياة المواطنين داخل المدينة. يمكن على عجالة مدينة المطلع ما تحصلت على نفس الخدمات اللي في قرب عبد الله مبارك، لكن مع هذا وضع في الحسبان التصور الهيكلي، لأن المدينة ضخمة جدا وعدد سكان راح يكون يمكن يساوي مدينة الكويت إذا تم استخدام المدينة بكامل طاقتها الاستيعابية السكنية. ولذلك الدور البلدي مهم أنه يضع التصور الجغرافي لربط المدن وأيضا يعني التطلعات أو الاحتياجات اللي تطلبها أي مدينة. هو دور تنسيقي، نعم وزارة الإسكان تلعب دور كبير في تخصيص أو عملية إعادة ترتيب الأراضي، لكن أنا أعتقد البلدية مسؤولة بشكل كبير عن كل ما يتعلق بتنفيذ المباني. ولذلك من الضرورة أن دورها يكون أو يدها تكون الطول أنا في نظري على كل مشاريع العمرانية. دكتور، ذكرت قبل شوي المدن الذكية، فانطلاقة المدن الذكية في البلاد كيف سيتواكب معها المجلس البلدي؟ أولا يعني العالم متحول أو سيتحول عن الطاقة خلال السنوات القليلة القادمة. هناك كبرى شركات العالم أعلنت أنها لن تتعامل مع الطاقة التقليدية خلال العام 2025. أغلب الشركات والمصانع العالمية تتكلم عن 2040 كحد أو كحد أقصى لاستخدام الطاقة الحالية، والكل يتحول إلى الطاقة الكهربائية بغضون السنوات القليلة القادمة باستغلال الموارد الطبيعية. الكويت يعني عندنا مورد طبيعي، أيضا الشمس مستمرة على طول العام، يمكن الغبار وكذا يأثر شوي، لكن التكنولوجيا الحديثة قاعد توفر بدائل كثيرة لاستخدام الأمثل للطاقات، بحيث يعني أيضا نتكلم عن إعادة استفادة الاستخدام الأمثل للمخلفات مياه المجاري، يكرموني ويكرم السامع، وأيضا إلى المخلفات الصلبة، وهذا الاستخدام إعادة التدوير أيضا يعني قصة اقتصادية كبيرة ومفيدة جدا. والمدن اللي سبقتنا في استخدام المدن الذكية أو مفهوم انطلاق المدن الذكية قاعد تستفيد من كل ما هو موجود بنفس المدينة. مدينة بحجم، أنا رأيي يعني بحجم مدينة المطلع، أعتقد من الضرورة إدخال حتى لو يعني الوقت غير متأخر يعني في مساحات، وأتمنى أن يعني دور المجلس البلدي الحالي وزارة الإسكان أن يدخلون هذه المشاريع من ضمن الخطة. الجزر حكاية أخرى، تطوير الجزر نحتاج يعني فيها شغل كبير. الحقيقة الأدوار ما هي سهلة، واللي يتصور أن عمل المجلس البلدي أقل من السابق أنا أعتقد غلطان، لأن هذا الدور الفني هو عصب ضرورة وشريان الحياة لمدن الكويت. نعم طبعا أكيد للحديث بقية دكتور، ولكن نذهب إلى الزميلة لما أبو علاوي. صباح الخير لما، وكيف تسير عملية الإقتراع؟ أهلين، يسعد صباح.
نعم، يسعد صباحك ويسعد صباح مشاهدينا الكرام. المشهد الانتخابي الآن يسوده الانسجام والتعاون والتواصل بين الناخبات ومختلف الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية. ولتسليط الضوء أكثر على أجواء العملية الانتخابية في مدرسة آمنة الابتدائية في الدائرة الانتخابية الأولى، نستضيف الآن الأخ علي المستشار علي الفهيد. أهلا وسهلا بك. طبعا حدثنا عن الأجواء الانتخابية منذ افتتاح مراكز الاقتراع لغاية الآن. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية في الساعة 8 صباحا تم فتح أبواب اللجان الانتخابية، اللجنة الأصلية واللجان الفرعية في مدرسة آمنة الدائرة الأولى، وبدأنا باستقبال الناخبات. طبعا الإقبال حتى الآن يعني ضعيف نوعا ما بعد مرور ساعة ونص تقريبا أو أكثر. عدد الحضور بالنسبة للجنة الأصلية تقريبا 7 ناخبات من أصل 955 ناخبة، هذا طبعا يعتبر حضور نسبيا ضعيف، لكن نتوقع إن شاء الله فترة بعد الظهر تزيد نسبة الحضور، والأمور يعني ماشية بحسب الأنظمة المرعية وبتعاون جميع الجهات من أخوة وزارة الداخلية وزارة العدل وكذلك وزارة الإعلام. نعم، أيضا مستشار حدثنا عن الأوراق المطلوبة والإثباتات الشخصية طبعا قبل عملية التصويت، وهل البطاقة المدنية هي كافية لعملية التصويت؟ طبعا المطلوب هو فقط الجنسية الأصلية للحضور والتصويت، البطاقة المدنية غير مطلوبة في الحضور، لكن يعني يفضل أيضا إحضار البطاقة المدنية، لكن الجنسية الأصلية هي الأصل، ويفضل كذلك معرفة رقم القيد حتى يسهل عملية يعني عملية نقول اختيار أو يعني نقول عملية الناخبة تختار الطريقة على أساس أن معرفة القيد للتسهيل إن شاء الله. نعم، أيضا لاحظنا اليوم يعني اليوم هي باكورة تعاون ما بينكم وبين مختلف الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، وأتت اليوم ثمارها بتنظيم طبعا متميز من قبل مختلف الجهات، كيف كان؟ نعم صحيح، فعلا التنظيم كان متميز من الأخوة في إدارة الانتخابات وزارة الداخلية وكذلك وزارة العدل، أيضا سهلوا الأمور لرؤساء اللجان وكذلك للمندوبين والأخوة المرشحين ووكلاء المرشحين، والأمور كلها متسهلة بفضل الله وبفضل الجهود وتعاون جميع الإدارات والجهات المختلفة في الدولة. نعم، يعطيك العافية، وطبعا احنا بنقدر جهودكم في هذا اليوم. طب مشاهدينا الكرام، كان معنا المستشار علي الفهيد، يعطيك الألف عافية أخ علي. طبعا مشاهدينا الكرام، أيضا فعلا لاحظنا هناك إجراءات أمنية احترازية مكثفة من قبل وزارة الداخلية، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية. وأيضا الشيء الملفت في هذه المدرسة انتشار عناصر الشرطة النسائية التي تعد فعلا جزء أساسي من القوة الأمنية، وذلك لتأمين عملية طبعا سير العملية الانتخابية على الناخبات في هذه المدرسة. وأيضا لاحظنا فرق تطوعية من قبل الأجهزة الأمنية لمساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم داخل مراكز الاقتراع، وأيضا وجود عيادة طبية ثابتة مجهزة بكافة التجهيزات والأدوية، وذلك تحسبا عند حدوث أي حالة طارئة أو عارض صحي. طبعا هذا كل ما لدينا، ولكن يعني أود أن أختم بجملة، فعلا المسؤولية اليوم تقع على عاتق الناخب أو الناخبة لاختيار من هو الأجدر، من هو الأقدر لتمثيله في مجلس البلدي، وذلك للارتقاء بالخطط والمشاريع التنموية في البلاد التي ستصب طبعا في نهاية المطاف في خدمة المواطن بالدرجة الأولى. هذا كل ما لدينا مشاهدينا الكرام، وسنوافيكم بباقي الإحصائيات والأرقام في الساعات القليلة القادمة. نعم، تابعونا. الزميلة لما بعلاوي من الدائرة الأولى، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا مستمرين معكم في تقديم التغطية المباشرة لانتخابات المجلس البلدي التي انطلقت اليوم قبل ساعة، حيث تكمن أهمية هذه الانتخابات في المشاركة وصناعة القرار والممارسة الديمقراطية والمشاركة النسائية فيها، سواء أكانت بلدية أو نيابية، تعتبر مهمة لأنها أثبتت برأي المراقبين للمشهد السياسي جدارتها في كافة ميادين الدولة كمرشحة وكناخبة أيضا. تكمن أهمية الانتخابات في المشاركة وصناعة القرار والممارسة الديمقراطية والمشاركة النسائية فيها، سواء أكانت بلدية أو نيابية، تعتبر مهمة لأنها أثبتت برأي المراقبين للمشهد السياسي جدارتها في كافة ميادين الدولة كمرشحة وكناخبة. مشاركة المرأة الكل يتطلع لها، وأعتقد أن وجودها سيشكل إضافة، خصوصا انها تاتي كانتخاب مباشر. لذلك يعني انا اعتقد ان دعم المراه مهم جدا عشان احنا نثبت ان احنا قادرين على ان احنا نوصل المراه بشكل مباشر دون الحاجه الى يعني ادوات تمكين اخرى او تمييز ايجابي. مشاركه المراه بنظر المراقبين السياسيين اساسيه في اي ممارسه ديمقراطيه ومداعمه لشرعيه النظم السياسيه في المجتمعات. التوجه الديمقراطي، التوجه اللي نسميه العمل الديمقراطي، يعتبر أبرز أشكال الظواهر الإيجابية موجودة في المنظومة العالمية حاليا. فالمرأة الكويتية بالفعل موجودة، أنا أعتقد لا يمنع أن تشارك أكبر، لأن رؤية المرأة، دور المرأة، قدرتها على أن تكون لها رؤية مستقبلية مواكبة للكويت الحالية، الكويت الجديدة، كما طرحها رئيس مجلس الوزراء، كما طرحتها القيادة السياسية. فنحتاج بالفعل إلى وجود سيدات ذات كفاءة عالية في تطوير كويت الحال إلى الأفضل. أجواء تفاؤلية يعيشها الكويتيون في كل استحقاق ديمقراطي يعولون فيه على التفاعل والمشاركة لكل فئات المجتمع. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت. نعم مشاهدينا، وعودة مرة أخرى إلى ضيفنا بالاستديو الدكتور فيصل الشريفي المحلل السياسي. دكتور فيصل، سيدة واحدة بين 67 مرشح في المجلس البلدي، يعني كيف ترى حظوظ المرأة؟ خاصة أنها هي تعتبر التيمة في هذا الترشح. أنا كنت أنتظر هذا السؤال الحقيقة. يعني تاريخياً مشاركة المرأة بالانتخابات مجلس البلدي ضعيفة، ويمكن كانت المشاركة الأولى للدكتورة جنان بوشيري الوزير الإسكان الحالي، وتحصلت على المركز الثاني أعتقد، ومن ثم أو قبلها خلنا نقول المجلس البلدي فيه 16 عضو، 10 في الانتخاب و6 في التعيين. ستة في التعيين، عادة الدولة تنظر إلى المرأة وتعينها في المجالس، وهناك أكثر من سابقة في أكثر من مجلس تم تعيين المرأة بتعيين مباشر من قبل يعني بمراسيم، لكن دخول المرأة في الانتخابات أو ترشيح الانتخابات للمجلس البلدي لأسباب كثيرة. عادة يعني هالسنة فقط يمكن مرشحة واحدة في دائرة العمرية والمنطقة هذه، ومشكلة المجلس البلدي ينظر له على أن الانتخابات في شبه محسومة، ولذلك التراجع، خوف المرأة دخول في هذا المعترك يقلل من حظوظها، ويعني إيمانا منها أن حظوظها مو متوفرة للنجاح، ولذلك تحجم عن هذا الدور. الحقيقة أنا ما أشوف في ترابط كبير، لأن في مناطق 10 مناطق أيضا موزعين، وفي فرصة للمرأة متى ما كانت يعني عرضت نفسها بشكل جيد برنامجها الانتخابي، ولها ارتباط في العمل، خلينا نقول العمل البلدي، ممكن تكون عندها حظوظ أكثر. تفضلي. طيب دكتور، هذا بالنسبة للمرشحة، فماذا عن الناخبة؟
كيف تكون لها الكلمة؟ طبعا أكيد المواطن هو له حق الفصل في هذا العرس الديمقراطي، فماذا عن الناخبة؟ مكون الانتخابي من العنصر النسائي أكثر من الرجال. إحنا نتكلم عن 270 ألف يمكن ناخبة أو زيادة بعد، مقابل 250 أو أقل من 250 ناخب، بما مجموعة 520 ألف من يحق له الإدلاء بصوتها في هذه الانتخابات. الحقيقة أنا ما أجد عذر لا للمرأة ولا للرجل إن ما يمارس دوره في الاختيار. احنا دائما نضع اللوم على الحكومة، نقول لهم ما تختارون الأفضل وكذا. طيب أنا عندي الحين مجال أني أختار الأفضل واختار الأحسن واللي يعني يمثلني ويمثل الكويت، فعلى الأقل خلونا نحسن الاختيار في الممثلين المجلس البلدي، ممثلين مجلس الأمة، وهذا دور وطني واستحقاق وطني. وفي يعني أيضا إضافة أخرى، الآن المرشحين بضاعة معروضة للكل، فأنت ممكن تعرف أي المرشح اللي يتناسب مع فكرك واختيارك وإيمانك فيه. لا المرأة معذورة ولا الرجل معذور. يمكن إحنا وإحنا نتابع الأرقام تابعنا حضور الرجال يعني متدني صحيح بس أكثر من حضور النساء. وأتمنى أن فعلا يمكن اليوم الجو غبار ويوم عطلة والعالم متعودة شوية تأخذ تمد في النوم، لكن ما في عذر من الآن وطالع إلى يعني إغلاق صناديق الاختراع والأسوار المدارس. من الضرورة للمرأة تختار الأكفى بغض النظر من تختار، من الضرورة الرجل يختار الأكفى أو الناخبين يختارون الأكفى من بين المرشحين. خلونا نشعر أن المواطن مش معزل عن الحياة السياسية، خلونا نشعر أن المواطن واعي يمارس دوره الديمقراطي، دوره الانتخابي بشكل يفيد هذه التجربة، يعزز من استحقاقات المجلس البلدي، يؤكد المشاركة الشعبية بشكل واضح. الحقيقة أنا يعني ماني فرحان وإحنا نتابع الحضور الخجول جدا، يعني لجنة فيها 1000 الحضور 30 أو شيء، والساعة 10 نتكلم يعني ساعتين من بداية الانتخاب، وعادة هذه الساعتين ساعة اللي دائما كبار السن عادة يكونون هما المتواجدين فيها. نأمل أن يتغير الرتم، يكون في قبول أكثر بغض النظر هل النتيجة محسومة أو غير محسومة. نعم. لهذا المرشح أو ذاك دعونا حتى المحسومة عززوها، يعني أنا ما عندي مشكلة منه بيختارونه، لكن أنا أقول وجود الناخب هو تكريس للعمل النقابي، تكريس للعمل الديمقراطي، تكريس للمشاركة، لحسن الاختيار. لا نبتعد كثيرا، المشهد بعيد، نتمنى أن يكون أقرب من طبعا من كذا. وهذه بالتأكيد دعوة نوجهها للجميع للمشاركة في هذه الانتخابات المهمة في العمل وفي بناء وتعزيز الخطط التنموية. دكتور، كيف يبلور المجلس البلدي المقبل رؤية 2023؟ طبقا لتوجيهات السامية 2035 الفعلي. احنا الكويت مقبلة على مشاريع تنموية كبيرة وطموحة واستثمارات جدا ضخمة، يعني الحديث عن أرقام كبيرة والحديث أيضا عن توظيف أرقام كبيرة. نتكلم عن أكثر من 300 إلى 400 ألف فرصة وظيفية للكويتيين، فيها 75% نصيب من هذه الوظائف. يعني نتكلم عن 300 ألف وظيفة، أرقام ما هي سهلة. الرقم المتوقع للاستثمارات رقم كبير وقد يتجاوز في الحديث يعني أكثر من 400 إلى 450 مليار دولار، ويمكن هذا الرقم يتضاعف متى ما أسسنا الثقة وأسسنا رؤية طموحة تتوافق مع الخدمات اللوجستية اللي راح يقدمها مشروع الجزر ومشروع مدينة الحرير.
الآن الكويت ربطت المدينة مع جزيرة بوبيان بجسر بحري اختصر الزمان والوقت. مطار الكويت هناك توسعة كبيرة، وأكثر من مطار سيتم افتتاحها في القريب العاجل. الجزر مدينة راح تكون شبه مدينة حرة. فعلا هذا الوضع، دور البلدي كبير في رسم السياسة العامة ورسم المخططات الهيكلية، فرص وظيفية للشباب، نتكلم عن مشاريع صغيرة، نتكلم عن حياة أفضل، حياة كريمة. نتمنى أن فعلا يعني كل هالأدوار تتناقم والدور البلدي يكون أحد الأدوار المهمة فيها. نعم طبعا دكتور فيصل شريفي المحلل السياسي، كل الشكر لوجودك معنا في الاستوديو وفي هذه التغطية الخاصة من تلفزيون دولة الكويت لانتخابات المجلس البلدي 2018. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا حتى هذه الساعة من تغطية لانتخابات المجلس البلدي، ومن هنا نوجه لكم دعوة للمشاركة في هذه الانتخابات واختيار المرشح أكفأ لكم في هذا المجلس المقبل إن شاء الله. ويمكنكم طبعا أكيد متابعة آخر الأخبار والمستجدات من خلال الموقع الإلكتروني وحساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم على الشاشة. مشاهدينا، كل الشكر على هذه المتابعة الكريمة، وفي أمان الله.